معي من جدة دكتورة نادية نصير، أخصائية اجتماعية ونفسية. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتورة نادية. أهلا بكم. بعض الحالات هذه بشراء حسابات ألا ومتابعين يعني يمكن أن تكون مبررة لمجاراة العصر، خاصة بأنه بات التقييم يعني لكثيرين بالوظائف في معظم الأحيان حسب متابعي الفرد. والله هو طبعا احنا شوفي هنتكلم عن الانسان ان هو بطبيعته الانسانيه ان هو ميال دائما الى انه للشهره او انه هو عنده معجبين او عنده ناس متابعين كثير، وهي حاجه تجاريه. طبعا بدات الشركات هذه اللي حتبيع المتابعين وده هي تجاره، والشركات هذه بتغري البشر ان هم يشتروا منها متابعين. فالمساله اصبحت بالنسبه للشركه شيء تجاري، وبالنسبة للشخص اللي هو بيجي وراء زيادة متابعين شيء نفسي، انه هو يعني انه ينظروا للناس انه هو والله انه يقول شيء كويس او انه هالصداقة حلوة او انه كذا، يعطي انطباع للاخر انه هو والله ليش لا خلينا نتابعه، فيأتي له ايضا متابعين من غير شراء ويأتي له متابعين عن طريق الشراء. يمكن هذا بيرجع لنفسيته انه حاجة بتضي نفسيته هو الداخليه، لان احنا الان اصبحنا مع السوشيال ميديا عندنا، انا مرارا وتكرارا اقولها في كل مقابلاتي، عندنا اصبح هوس الشهره موجود. ترضي نفسيا ام يعني ممكن ان تكون سيفا ذا حدين دكتوره ناديه، لانه بداخل هذا الشخص يعرف بانه هذه ليست حقيقيه قام بشرائها. نعم، هو ما تفرق معاه اللي اشترى، طيب مين اللي راح يجي يكتشف او يحاسبه؟ ما هي تجارة كلها، الشركات دي بتتاجر وليس هناك رقيب أو حسيب إنه أنا اشتريت أو ما اشتريت، ما حد بيتدخل في الأشياء هذه، لأن زي ما تقول إن أشياء ما يعني ما راح تضر وما راح تنفع إلا صاحبها، ما راح تضر من حولها بالمجتمع إنه يكون له 3000 ولا مليون ولا وات إيفر يكون له، إلا إذا كان المحتوى يضر المجتمع. إذا كان المحتوى اللي بينكتب يضر المجتمع هنا ممكن ان هم راح يتابعوا حساباته ويعرفوا اذا كان هذه حسابات افتراضيه، حسابات مزيفه، المتابعين دول كلهم مزيفين، فيوقفوه عند حده. اللي هي عندنا المراقبه الالكترونيه للاشياء في السوشيال ميديا، المراقبه الالكترونيه. ولكن اذا كان في المحتوى لا يعني لا يزعج المجتمع ولا انه هو يأذي احد اخر في المحتوى اللي بيكتب، فهذه ما حد يرد عليها او ما حد يعني بياخذ باله من انه هذا الاشياء مشتري او ما هو مشتري، انه لي متابعين والسلام. ممكن تشتري فولورز دكتوره ناديه؟ كيف؟ ممكن تشتري فولورز؟ انا؟ والله لا طبعا، لان يعني هي نظره الانسان لنفسه ايش هو؟ بما ان انا في استشارات تربويه واسريه ونفسيه، اذا ما كان الناس بتوعوا وعلى يعني وعي كبير من الثقافه ان هم يستشيروا هؤلاء المستشارين، فما يعني الداعي انه انا اشتري شيء افتراضي او انه شيء مزيف. فبالعكس انا كل ما تابعوني الناس من نفسهم هذا يدل على وعيهم على ثقافتهم، فإنهم محتاجين إنهم يستشيروا أحد. نعم، وهذا يسعدني أكثر مما يكون طبعا آلاف من المتابعين. أنا أشكرك جزيلا من جدة دكتورة نادية نصير، أخصائية الاجتماعية والنفسية.